مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كشفت ابنة الفنانة القديرة الشابة يمينة أسباب شجارة أمها مع مغنية في إحدى الأعراس أدت إلى صفع الأخيرة. وين هي مولة السناسل؟ ها خرجت لك لاشين والدهباني والتاتواج والنواضر باش نبان لك غانغستر، نهضر معك بطريقة الغانغستر. شوفي حبيبتي، تهضري على أمي. أنا أمي البارح كانت في عرس، دارت عرس في ولاية من الولايات وطاحت في موقف مقود، باسكو كيما قلتها ونزيد نعاودها، كاين فنانات ما يحترموش الفنانات الاخرين. ماما ماهيش راعية تاع الزنقة ولا امرأة اللي تبات في الحفلات الخاصة ولا امرأة ملقطة لقوها في الشارع. ماما فنانة معروفة محترمة، قرات الفن ودرست وكانت ممثلة وبعد ولات مغنية باسكو سي لو شوا تاعها. هنا هدرت وعاودت وقلت الفنانين اللي ما يحترموش الفنان، فنان كيعود يغني الاخر يجي يقاطعو الاخر يقول له عطيني الميكرو، ما راكمش في سوق. البارح ماما تحطت في موقف في عرس. يا سلام عليك، انا مش راح نقول اسم الفنانه. طلعت امي تغني، صرامه صرامه منا منا منا، وماما تسنى عيانه باسكو عندها عرس واحد اخر. ناضت هدرت مع الفنانه هذه، قالت لها سمحي لي خليني انا نفوت باسكو راح نروح، والخرا مكرا مكرت فيها، حابه تغني شاوي، حابه تغني قبايلي، حابه تغني راي، حابه تغني كلش باش ما تخليش دارتها. خرجت برا، صارت بها وبين ماما مناقشه، تلاحت الماما راح تضربها وحكمتها من وجهها، جرأت تحط يدها في وجه امي هاد الفنانه. اوكي، ودار ليها الشابة يمينة، يا السلام يا السلام، ضربتها بكف وجهها دار 360 درجة. تعشي 360 درجة، أمي ما بقاتش فنانة، خرجت الأسد اللي في داخلها. علاه؟ باسكو هذا يقولوا له عدم احترام الغير. ما تشوفوش كي واحد يكون ناس ملاح وعاقل جونتي معاكم تركبوا عليه، نو. قلت لكم كل واحد يقعد في بلاسته ويحترم فنه، يحترم مكانته، يحترم عمره. قلتها وعاودتها، الشاوي يقعد في الشاوي، القبيلي يقعد في القبيلي، البغدادي يقعد بغدادي، الشرقاوي يقعد شرقاوي. كل وحدة تحترم مغناها وبلاستها وبلاست الفنان. هاد الخماج ما تشوفوهش في دول اخرى، تشوفوه غير عندنا. لازم نطلع هذه تجري منا، هما يبداو يشوفوا الرشقة وهما يوليو كل حيوانات رح يموتوا. وش رح تديو معاكم؟ حبيت نفهم جيسكا كون بكل عندكم بالكيلوات نتاع الذهب وتجري امور ل100000 و200000 تاع 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 الرشقة تضربوا وانتوما كبار شورف، ما بقى لكم الميحمة. ليه عرض اعلاناتكم على باقة باستارز؟ تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.